أحبائي الكرام في كل مكان، كنتمنى تكونوا على خير، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في عالم نوغا. قبل ما نبدأ هذا الفيديو ضروري خصني نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة اللي فرحتني بزاف، لأن لقيت بأن الفيديوهات ديالي عجبتكم وقدرتوا تستافدوا منها، وهذا هو كان لها غرض من هذا الشيء انكم تستافدوا. هي راه ماشي غير بالكثره ان الناس كتدخل عندي، ولكن انكم كتستافدوا، وداك الشيء علاش خليتوني عطيتوني الحماس اكثر اكثر باش نزيد نمدكم بالمعلومات اللي انا كنعرفها. ومازال الانسان كيتعلم، وراه قلت لكم في الفيديو السابق اي حاجه تعلمتها غادي نشاركها معكم، لان انا اصلا هذا هو المجال ديالي، ولكن ما تيمنعش ان الانسان كيتعلم. المهم فقط باش نقول لكم، حيت جاوني بزاف ديال الطلبات، انا راه اي تعليق راه كنحطه في عين الاعتبار، وليت كنسجل باش كل اي طلب باش نكون عادله مع كل شيء. يعني اي فيديو كيطلب ليا شي حد كنسبق داكشي اللي طلب مني قبل، وانسي دو سويت. يعني كونوا متاكدين راه غنحط لكم جميع المعلومات اللي بغيتو، وعلى راسي وعينيا وبكل فخر واعتزاز غادي ان شاء الله ننجحوا، وغادي بالتوفيق لكل شخص، لا بالنسبه للناس اللي باديه القنوات اللي عندهم القنوات، ولا الناس اللي غنوريكم انا هذا المجال كامل باش ما تحتاجوش، غتولوا تفهموا كل شيء، راه كل شيء سهل، غير فقط خاص الاراده. خليكم معايا ما نطولش عليكم، وفرجه ممتعه، واللي ما مشاركش حاولوا تبارطاجيو باش الناس تستافد اكثر، ديروا لي واحد البوس وخليكم داعميني وفرجه ممتعه. اذا كما كتشوفوا في العنوان كومون اجوتي لا لونغ اغاب، هادو من بين الطلبات القدام اللي كان خصني ضروري نديرهم شحال هذا، ولكن عاد كتاب. اذا الاكثريه ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش كيزيدوا هذيك يكتبوا بالعربيه. كمثال انا بالنسبه لي ملي حليت القناه كان عندي الكلافي، عندي الكلافي بالفرنسيه، وانا حيت بعض المرات كنكتب عناوين بالعربيه كما كتشوفوا عندي على الفرنسيه. اذا اليوم غنوريكم اللي عنده سو ويندو 8.1، يعني كل اورديناتور كاين الويندو 7 وكاين الويندو 10، هي راه لو ميم برينسيپ، غير بالنسبه للاكثريه 7 سهل، هاي هو دابا راه ما بقاش كاين هذاك الويندو 7 ولا كيعطيه صعوبه كبيره، لان هذا الشيء كيتطور والويندو 7 ما بقاوش كيديروا فيه الميزاجور، اذا ولا كيكون صعيب. اذا باقي هذا الشيء شويه ال 8.1 وعاد 10. انا غنوريكم ديال 8.1، و الا كانت شي حاجه قولوها ليا في لاباغ دانفو وغادي نقول لكم شنو كاين. المهم اول حاجه غادي بالنسبه اللي عندهم لورديناتور بالنسبه للويندو 8.1 غادي يمشي فقط لهاد فين كاينه لو ديماراج. الا ما عرفتوش ديروها ديروا كونترول بلس، انا نكتب لي نكتبها، حيت يمكن لك ديري ديك الديماراج بالنسبه للكلافي. اذا هنايا غنمشي للبانو لهاد الديماراج، وغنمشي لهاد لاباغ فين كاينه الغوشيرش، كتبان لكم واحد غوشيرش، يعني ساهل المساله ساهله، غير تبعوا معايا دقه دقه. وغنمشي ندير بانو دو كونفيغوراسيون، بانو دو كونفيغوراسيون هي هذه اللي واحد الشاشه بزرق، غادي نبرك عليها هنايا وغادي نمشي لهاد البلاصه في حاله، حيت بعض المرات اما غتعطيكم مباشره غران ايكون غتخرج لكم هكا، ولا غتعطيكم هذه كاتيجوري. الا عطاتكم هذه وما عرفتوش تقلبوا غتجي فقط لهاد البلاصه وديروا غران ايكون، والعكس كمثال. غادي نهبط هنايا فقط وغنمشي لهنايا لا لونغ فين كاينه هاد لا لونغ، وغادي نبرك عليها. انا راه مسحتها باش نعاودها معكم من جديد. اذا كما كتشوفوا عندي انايا غير الفرنسيه، اذا باش ناجوتي انا هذيك العربيه غنجي لهنايا وغندير اجوتي اون لونغ، وغادي نختار هنايا كما كتشوفوا عندي مجموعه ديال اللغات، غنزيد فقط العربيه وغندير اوفغيغ. ملي فتحت العربيه كيعطيني بزاف مصر البحرين المهم الى اخره. انايا عن نفسي كندير العربيه هي لغه الاسلام العربيه المملكه العربيه السعوديه، يعني كلشي ما غاديش يمكن لي ندير الجزائر المغرب هذه، المهم بصفه عامه العربيه الفصحى وهي المملكه العربيه السعوديه. وغندير اجوتي لان غالبا هي اللي كتكون صحيحه، انا في الاول درت المغرب ولكن لا، المهم هذه هي اللي كنديرها. المهم كنسد صافي زدتها وكنسد. ملي كنجي لهنايا كنلقى تزادت عندي هنايا، حيت قبل ما كانش تزادت عندي العربيه. اذا ملي تزادت عندي خاصني ندير واحد لو كلافي باش نبقى نكتب، حيت انا
في حالة إذا كان عندكم الكلافي، بعض المرات الكلافي كيكون مكتوبة فيه، بحال الكلافي كيكون فيه العربية والفرنسية لاصقة. أنا عندي غير الفرنسية، إذا في حالة الناس اللي ما عندهمش فيه العربية خاصني نزيد واحد في الكلافي يكون هنايا حدايا على عينيا، ما نبقاش كل مرة. إذا فقط غنجي غير هنايا في هذه البلاصة الخاوية وغنكليكي بالماوس على يدي اليمين، بالماوس على جهة اليمين، وغادي نمشي فقط لهاد الباغ دوتي الاولى. وكما كتشوفوا كاينه الكلافي تاكتيل، الكلافي تاكتيل الا ما كانتش كتكون ديكوشي، انا نعاود هذا، انا حيت مكوشياها داكشي باش كانت كتبانت، ولا كوشيتها هي غتبان. اذا انا في حاله مثلا ملي غنبغي نكتب العربيه، مثلا غنحولو هنايا بالعربيه، غادي نمشي للكلافي غيكون مباشره بالعربيه. هي شويه الناس اللي ما عندهمش، ولكن ما اون با لو شوا ضروري تخدموا هذه الطريقه، لان ما كاينش شي حاجه خيطه الا كان الكلافي ديجا فيه العربيه. انا بالنسبه اذا مثلا نعطيكم مثال، مثلا غنمشي للبلوك نوت فقط، هذه بلوك نوت، وغنوريكم كيفاش انا كنكتب. مثلا بغيت نكتب شي كلمه بالعربيه، اذا انا حولته هنايا وعندي هنايا الكلافي، نكليكي عليه وغيعطيني لتحت، يعني قدامي، يعني ما غاديش نصعب المساله. مثلا غندير الاسم ديال القناه ديالي عالم نوغا عالم، وغنكليكي غير بسميتو لي سباس، يعني راه كلشي واضح هنايا، وغندير عالم نوغا. ها هي تكتبات لو با انغيجستري، لان ما عنديش فيه الغرض، وصافي. مني كنسالي بهذاك الكلافي كنحيد، كنحيدو. ومني ثاني الى مثلا دائما غادي نقلب فرنسيه، حيت انا كنستعمل العربيه في حاله مثلا مني كندير المونتاج وهذا. وغادي نستغل نفس الوقت، بغيت نقول لكم بان غادي نحط لكم كيفاش كندير المونتاج بالنسبه ليا. الله غندير معكم واحد البرنامج اللي هو سهل بزاف، وفي نفس الوقت غنجاوب على واحد السيده طلبات مني كيفاش القناه ديالك تحوليها مثلا الى غيرتي التليفون، وكيفاش تحول القناه من القناه تحوليها لتليفون اخر. يعني هذه ما فيهاش، يعني ما فيهاش شي تغيير، هي فقط ملي كتدخلي للجيميل ديالك، يعني القناه ديالك كيكون دائما عندك ان جيميل، وكيكون عندك ان مو دو باس. اذا ان فوا انت غادي تسد هذاك التليفون وما غتبقاش محتاجه، ملي غتحل تليفون اخر غتمشي بنفس الطريقه، غادي تحل الجوجل وتمشي اليوتيوب وغدير الجيميل ديالك ولو مو دو باس، وغترجع لك القناه كما هي. من الاحسن غندير لكم واحد ان شاء الله فيديو نحط لكم كيف تنحيد الطلبات كامل ديال الناس اللي كيطلبوا مني. غادي ندير لكم كيفاش تحافظي على الجيميل ديالك، حيت بزاف الناس اللي كي هادشي ديال الاحتكار، وكيفاش تبارامتريو دوك القناه ديالك، كيفاش هذوك الحوايج لي زوبسيون اللي ضروري الواحد خاصهم يديرهم. مثلا ملي كتحلي ان جيميل، ملي كتحلي ان كونت، ان شاء الله غادي نعطيكم معلومات كثيره. غير زيدوا ديروا لي داك اللايك، وهذا باش تشجعوني، لانني فعلا فرحت ماشي هي بالكثره ان الناس كتدخل عندي، ولكن فرحت لان كنفيد الناس، وهذا هو الغرض من هذا الشيء. المهم ما غاديش نطول عليكم، وان شاء الله غادي نرد على واحد السيده صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت انا حتى المجال ديالي التجميل. ان شاء الله غنبقى ندير اسبوع دابا، حيت بديت هذا الاسبوع ديال هذا الشيء ديال الانفورماتيك، وان شاء الله دابا راح توليت زعما مشهوره وليت تشهرت شي شويه. المهم هذا الشيء بفضل الله وبالفضل ديالكم، راه نتوما اللي كتخليو الانسان يزيد القدام، والتعاليق الزوينين هي اللي كتحفز الانسان باش يزيد يعطي اكثر. والسيده اللي طلبات مني اللايف، ان شاء الله غادي ننظم وقتي وغنحط لكم واحد اللايف. فعلا انا ما كنديرش اللايفات بزاف، وغنجاوب على جميع الاسئله ديالكم، وغادي نتعرف عليكم. وتحيه ليكم، وخليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله، والصلاه والسلام على رسول الله.